روح إلى موضوع آخر، روح للموصل. دائما يعني ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مناسبة، سواء في احتفالية، في مهرجان، في معرض تشكيلي، يستغلون دائما وجود كاميرا أهل المدينة للبوح بشكواهم ومعاناتهم. كان عندهم معرض تشكيلي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، واستغلوا أيضا وجود كاميرتنا أيضا لطرح معاناتهم. نروح نشوف. شاركت معرضين قبل هذا المعرض، وهذا المعرض الشخصي الاول اللي لي بدعم الاستاذ عبد الله نجم ابو سعود والست الاخت الفاضله ليلى الركاني، والحمد لله قدم نجاح. الحمد لله. احب اوضح شغله للعالم انه العوق عوق العقل وليس عوق الجسد. انا انسان الحمد لله رغم الرسم انا كادح اشتغل، والحمد لله والشكر. انا اطالب انه ينظرون لهذه الشريحه الفقيره، لان الوضع صعب يا اخي. أتمنى أن ينظرون لنا ويشوفون معاناتنا. الوضع صعب والمعيشة صعبة. قال اللي أتمنى من الحكومة، لأن راتب 50,000 ترى ما يكفي. أتمنى أن يعدلون رواتبنا، أن يمنحونا قطعة أرض أن نبني عليها منزل صغير. لأن أنت هذا هاي أمنيتي، طبعا أمنيتي أن يكون لي بيت، هاي أمنيتي. والأمنة الثانية أتمنى أن يجيني دعم أن أوصل خارج العراق. هذا معرض الاول لانه داخل محافظتي وداخل بلدي، بس اتمنى ان يجيني دعم وان اوصل خارج العراق لارفع اسم العراق عاليا اولا قبل ما ارفع اسم حسين. وجود ليلى الركاني طلبت مني انه ارسم واشارك في هذا المعرض. نعم، زين انتم يعني كهاي الشريحه شو انتم شايفين اليوم الدعم والحضور هذا المعرض؟ شعوري فرحانه بجهود كل من ساهم في هذا المعرض. كل من جاء يعني هذا. أنت إيش أشتغلت يعني رسام؟ من عمري 6 سنين أنا أرسم. شوي تطورت. أنا من يعني من عندي أنا ضفت على لوحات رسمة يعني إضافات تطور رسمي. بس عمري 18 سنة. شريحة المعوقين بحاجة إلى التشريعات الضرورية التي تستند على أسس مهمة، وهي التساوي بفرص لجميع المعوقين في جميع مجالات الحياتية التي تخص المعوق. نلاحظ بأنه المعوقين في محافظة نينوى بالذات لا يوجد أي اهتمام ولا يحظون بأي اهتمام من قبل الحكومة ومن قبل الجهات التي تهتم بالمعوقين، فالمعوقين ما زالوا مهمشين. ومن الطبيعي بأنه في هذه المحافظة تحدث هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، فإذا كانت هذه المحافظة تراعي حقوق الإنسان فمن الطبيعي جدا أن لا يكون اهتمام بحق المعاق، وهناك نظرة سلبية تجاه المعوقين على أنهم لا يستطيعون أن يمارسون دورهم في الحياة، بينما المعوقين يمتلكون طاقات خلاقة من الممكن استثمارها من خلال دمجهم بالمجتمع وإجزاء عليهم بعض التدريبات. نحن نقول للحكومة المحلية والحكومة المركزية بأنكم أمام التزام أخلاقي وإنساني تجاه هذه الشريحة التي لن تحظى بأي اهتمام من قبلكم، فهؤلاء هم أمانة في أعناقكم، فيجب أن تراعوهم وأن تعطوهم الحقوق الكاملة. بالفعل محتاجين إلى دعم، يعني رغم كل اللي
بيهم، لكن بنشوف انه عندهم مواهب، يا ريت يتم النظر الى ما طرحوه وان شاء الله يشوفون دائما كل الخير ان شاء الله. يعني دائما ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم معاناتهم الخاصه بوضعهم حتى الاجتماعي، يعني حتى الناس صعب انه تتقبل ذوي الاحتياجات الخاصه، فاحنا نتمنى من الناس ايضا تكون اكثر وعيا، يعني ناس انسانيه ومو بس يعني هم هسه هم كفنانين، يعني هم يحملون معاناه انه هو فنان وعنده مشاعره الخاصه به وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه، نتمنى من الناس ايضا تكون اكثر تفهما ووعيا بحالتهم النفسيه والمرضيه.